شنو هي المطالب ديالك؟ انا المطالب ديالي بالغالي، انا هاد المطالب ديالي هاد الفيديو كنت ما غنشروش، مشي غنبلغوا السلطه ونبلغوا الناس المسؤولين، ولكن بعد هاد الجمعيه مشاو ليها ولا الله اعلم شنو هي، كتقول لهم هاد الشيء ما كاينش، راه كيعيروا القائد وكيضربوه بالحجر وكيضربوه. واش حنا عايشين في شي بلاد اللي فيها الحجر؟ حنا في القدرون قدام المحال، وهاد الناس اللي عندهم شي دليل اروه ليا، وانا عندي الدليل، والدليل اللي غنعطيكم انا غنوجد دابا غنلوح لكم وغتشوفوه. حد اللي يقول لك انا هكذاب ولا غير راه نبش ليه السلعه ديالو، غنبش عليه، ماشي نبش عليا، غتلاحظوا بعينكم الدليل كيدير. الناس دخلوا للمحل ديالي كيهزوا السلعه من الداخل، وبعثوا من الداخل دخلوا تحت الطوابل الداخل، دخلوا المحل من تحت وكيخرجوا لي السلعه من تحت الطوابل ديال المحل ديالي، وكيهزوا تامر الطوموبيله ديالهم كلهم. وهذا الشيء اللي كنقول لكم فمي، ما تامنوش، تامنوا الكاميرا، تامنوا الكاميرا ديالي وتشوفوا الرزق ديالي كيفاش مشى. انا هادشي وجهنا حنا لهاد الناس اللي مسؤولين، الوالي والمسائل هادو، ولكن مازال ما بان ليا والو. قلتي لنا بانك تعرضتي للتعنيف من طرف من؟ من طرف كاين هادشي في الفيديو ولا لا؟ كاين في الفيديو متفق تعرضت للتعنيف منه، تيهز السلعه وتيضرب فيا قدام المحل ديالي، ولكن اللي كنقول بفمي ما تامنوش، تامنوا التليفون، تامنوا الكاميرا. نعم الكاميرا لاحظوها بعينكم باش تشوفوا اش فيها. نعم راه كل شيء ملي كيسلا كنطلب فيه كيضربني، وواحد اللحظه راه قال لي فيها تاخذ مني المسخ، هو بدا كيقلب في الجناب ديالو، واش انا وسختو؟ كيقول تاخذ مني المسخ وانا كيقلب في الجناب ديالو، انا غتلاحظوها بعينكم كيديرها وكيشوف على اليسار ديالو. هذا من جهه، من جهه ما قلتي لينا في البث المباشر الاول ان مشات لك 30000 ديال الاكثر ملي لا انا كنقول 30 كان حساب السلعه ما مشاتش من تحت الطوابل، ولكني بعد رجعت الكاميرا ديالي وجا المعلم ديالي اللي كندير الكود ديالها جبد لي الكاميرا ديالي. تكنيسيان كتقصد؟ تكنيسيان ديالي اللي كي هو ركب عليا. نعم ملي عيطت له جبد لي الفيديو لقيت كاع الرزق اللي تحت المحل تحت الطوابل ديالي كلشي مشى، فيه جوج كرتونات الكركياح وفيه خنشه اللوز مشات من المحل وخنشه مشات من تحت طابلات المحل، وكلشي في الكاميرا كيهزوها جوج الناس، خنشه فيها 45 كيلو وخنشه فيها كذا 70 كيلو، الله اعلم كانت فيها 75 عبرت لنا شي حاجه وديرها تحت الطوابل ديالي وتجرت. اذا كثار من داك الشيء اللي قلت انايا، وداك الشيء اللي غنقول انا كله كذوب، ولكن الكاميرا غتلاحظ. انت كيفاش كنترد الفعل ديالك الوقت اللي كانت كتهز فيه السلعه؟ كنطلب فيه هو تيضرب فيا، ضربني بثلاثه الكروشيات، والثالثه والرابعه تيقول لي هادو سختيني. بالنسبه لك انت ما عنفتيه ما درتش كل شيء؟ شوف انا داك الشيء اللي درت ليه وفعلت ليه كل شيء في الكاميرا، انا كل شيء في الكاميرا، داك الشيء كيقول درت ليه كل شيء في الكاميرا، ما قربت كنطلب فيه، ومن بعد بغى يمشي من قدامي، فاش هرس لي العسل وهرس ذاك المزهر راني جمعته بالشطابه، هذاك الخدام ديالي كنجمعوني بالشطابه، وكتشوفوا فيه في الكاميرا تجمعته في الشطابه، كتشوفوا فيه بعينكم في الكاميرا، ماشي كنقول بفمي، بالكاميرا حتى جمع داك الزبل داك الجاج وداك العسل اللي في الارض من قدام المحل ديالي. كاين سمعنا باللي شي شهود عيان كيقول بانك كنت كتضربهم بالحجر. هاد الشهود كانت بالتحقيق معاهم، كانت بالتحقيق مع هاد الناس، واش الوقت كانوا تم ويمتى جاو تم، وبعاد مني هادوك الناس بواحد المسافه تقريبا عدد المسافات بيني وبينهم وما بينهم. وهذاك رئيس الجمعيه كان جا عندي اكثر من ثلاثه المرات باش نكون في الجمعيه معاه، باش نجمع على الترنك الجمعيه. انا ما كنبغيش الجمعيات، كنبغي القانون ديالي، مخلص القانون ديال الوريقات ديال مخلص المسائل ديالي، اش غادي بشي جمعيه؟ الجمعيه هي سيدنا. الجمعيه فاش مختصه؟ مختصه قال لك كيديروا جمعيه هما ديال مي الحوايج، انك حنا عطار بغي يدخلوا معاهم، حنا ما نديروها بجمعيه ولا بالصداع ولا بوالو، كنخلصوا القانون ديالنا ومقابل محالاتنا. حنا عايشين في هذه الدوله ديال المغرب ديالنا، ان دوله الامان اللي عايش فيها، ودونة يعني الانسان عايش الكرامه ديالو، باش نعيشوا يعني بهذه الطريقه بحال هكا بابتزاز وتتهزن السلعه والضرب، ما معترفينش بها حنا كاع، ما معترفينش بهذا. وإلا عنده هذا السيد شي قانون هو ديال الفصل ديال الحكومه باش يدخل لمحل ويسلع يجيبوا ليا.